بدايه اخبار كره السله مع الفريق الاول بقياده كابتن احمد مرعي اللي بيستعد لمباراه مصر للتامين واللي هتتلعب يوم الاثنين اللي جاي في الجوله الرابعه من الدوري. التدريبات طبعا شهدت عوده اسلام سالم للتدريبات بعد تعافيه من الاصابه. اسلام كان بيعاني من شد في العضله الخلفيه وفضل طبعا الجهاز الفني راحته في الفتره اللي فاتت. الفريق طبعا كان فاز في المباراه اللي فاتت على فريق طلائع الجيش بنتيجه 89 74 حمد لله طبعا حمد لله على السلامه لاسلام سالم بالتاكيد. كده الفريق لحد دلوقتي محقق العلامه الكامله في الدوري بعد فوزه على سموحه والجزيره وطلائع الجيش بنتمنى لهم كل التوفيق احنا كلنا عارفين طبعا انه هيلعب مع كل الفرق آه رايح وبعدين يلعب مع كل الفرق مره اخرى آه في الاياب. طيب كل التوفيق لفريقنا اللي كلنا امل انه يرجع تاني لحصد البطولات خصوصا وانه ما شاء الله المحترف اوجي مايو انسجم بشكل كبير مع الفريق وما شاء الله يعني كسكورر ما شاء الله وكسوتر و... و... واسست مع الناس الراجل بيشتغل على المستوى الفردي والمستوى الجماعي بشكل محترم جدا جدا بنتمنى له انه يكمل على نفس النهج باذن الله وربنا يحميه وهو كل الفريق ويقدروا يحققوا الهدف المطلوب منهم السنه دي ويفضلوا على نفس المستوى طبعا كابتن مرعي مدير فني محترم جدا ويمكن كان من اهم الصفقات اللي الاداره اتمتها السنة دي هي التعاقد مع كابتن مرعي فني بحجم كابتن مرعي الراجل عارف كويس قوي انه هو يخلي الفرقه كلها ملتزمه وانه يحطهم في سيستم وانه يخليهم يمشوا على السيستم ده كمان كان ينقصهم هم فريق طبعا محترم جدا عنده عناصر محترمه جدا كان ينقصهم المحترف بالتاكيد ووجي مايو يمكن ما شاء الله نكمل الحته دي لحد دلوقتي تيالي انه لسه عنده اكتر واكتر بنتمنى له كل التوفيق كل ما هينسجم اكتر مع الفرقه وكل ما هيبقى بيظهر بشكل كويس ويحس بتشجيع من الجهاز الفني والفريق ومن قبلهم الاداره هتلاقي اللعيب واحده ورا واحده بيبدا ان هو او مباراه ورا مباراه بيبدا انه ينسجم اكتر ويخش في المباريات بشكل كبير جدا خاصه على المستوى الفني باذن الله. اما عن سيدات كره السله جاهزين خلاص لمباراه الاهلي واللي هتتلعب بكره في الدوري وهيقود الفريق طبعا كابتن ياسر عبد الرحمن اللي تولى المسؤوليه الفنيه وبيعاونه كابتن خالد المهدي مدرب مساعد وده بعد اعتذار كابتن عمرو عاشور المدير الفني السابق عن عدم الاستمرار مع الفريق طبعا كابتن ياسر قاد الفريق في التدريبات امبارح والنهارده ولازم نتقبل اي نتيجه في مباراه بكره خصوصا ان الفريق رحل عنه عدد من اللاعبات وكمان منهم المحترفه بالتاكيد ده غير رحيل كابتن عمرو عاشور كابتن ياسر ما تقدرش ان انت تقول له بكره يعني ان انت لا احنا مستنيين منك نتيجه معينه لا احنا مستنيين منك انك ان احنا نكسب بكره لا لا ده مدير فني جاي جديد فان شاء الله يعني ربنا يوفقه ويوفق الفرقه باذن الله ولكن اي نتيجه ايا كانت احنا في ظهر الفريق بالتاكيد وبنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله